من 93 تريليون إلى 101، ارتفاع في حجم الإيرادات المقرة في موازنة 2021 هي أولى معطيات مسودة الموازنة في آخر جلساته. تخفيض العجز وكذلك زيادة تخصيصات بعض المحافظات وكذلك شبه حسم ملف النفط مع إقليم كردستان. قروض سندات الخزينة هي الأخرى انخفضت من 47 تريليونا إلى تريليونين فقط، لتشهد الموازنة لأول مرة منذ عام 2003 تدخل اللجنة المالية النيابية لكشف تعاقدات جولة التراخيص. قالت الحكومة أنها تقشفية، ولكن أعتقد أنها ليست تقشفية، ففيها كثير من الإيرادات. استطاعت اللجنة المالية إذا ما عملت بهذه الوتيرة أن تضبط حقيقة وأن تحد من هذه النفقات المترهلة. الاستقطاع المالي المقترح من الحكومة تحول إلى ضريبة دخل لا تتجاوز حسابها فقط على الراتب الإسمي، فضلا عن استحصال الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال وزيادة تخصيصات محافظات الوسط والجنوب. وما زال الضغط مستمرا على النفقات من جهة وتعظيم الإيرادات من جهة أخرى، فضلا عن إجراء مناقلات بأبواب الصرف، لتبقى مسألة سداد ما بذمة الإقليم للحكومة الاتحادية ضرورة ملحة لوضع الأمور المالية في نصابها الصحيح. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية.